قم بحل المسائل التالية ثم بسط الناتج. لدينا ثلاث عبارات نسبية تتضمن عملية جمع وعملية طرح، وبما أن علينا أن نجمع ونطرح بالتالي يلزمنا مقام موحد، أي أننا سنجد المضاعف المشترك الأصغر لـ x زائد 5 2x ناقص 10 x تربيع ناقص 25. ولإيجاد المضاعف المشترك الأصغر علينا أن نحصل على عامل مشترك حتى نقوم بتوحيد المقامات. الآن لا يمكن استخراج عامل مشترك من x زائد 5 لأن هذه العبارة في أبسط صورة. بالنسبة لـ 2x ناقص 10 فيمكن استخراج العامل 2 لتصبح 2 ضرب x ناقص 5 ثم x تربيع ناقص 25، وهي عبارة فرق مربعات، أي يمكن تبسيطها إلى x زائد 5 ضرب x ناقص 5. وإذا أردنا إيجاد المضاعف المشترك الأصغر حتى نقوم بتوحيد المقامات، المضاعف المشترك الأصغر إذن المضاعف المشترك الأصغر يجب أن يحتوي على x زائد 5 2 و x ناقص 5، وإذا سيكون 2 ضرب x زائد 5 ضرب x ناقص 5، 2 x زائد 5 ضرب x ناقص 5. إذن علي الآن أن أعيد كتابة جميع النسب حتى يصبح المقام موحدا. إذن 2 ضرب x زائد 5 ضرب x ناقص 5، ومرة أخرى 2 ضرب x زائد 5 ضرب x ناقص 5. وبالطبع بعد توحيد المقامات يجب أن أتأكد من أن القيم في البسط أيضا تغيرت. أريد التأكد من أنني قد شرحت كل خطوة أقوم بها الآن حتى تفهمون ما أفعل. إذن حتى ننتقل من x زائد 5 إلى 2 ضرب x زائد 5 ضرب x ناقص 5، بماذا علينا أن نضرب x زائد 5؟ علينا أن نضربه ب أو سنضربه ب 2 و x ناقص 5، وإذا ضربنا المقام ب 2 ضرب x ناقص 5 فإنه كذلك سنضرب البسط أيضا ب 2 و x ناقص 5. إذن 1 ضرب 2 ضرب x ناقص 5 يساوي 2 ضرب x ناقص 5، ولا يتوجب علينا أن نكتب هذه، سنطرح الآن. الآن سنضرب 2 ضرب x ناقص 5 ب x زائد 5. إذن نضرب ب x زائد 5، أي أننا سنضرب هذا المقام حتى نحصل على هذا المقام، وإذا ضربنا المقام يجب أن نضرب البسط بنفس القيمة x زائد 5، فيصبح 2 ضرب x زائد 5، وبالطبع يصبح المقام الجديد 2 ضرب x زائد 5 ضرب x ناقص 5. والآن نصل إلى العبارة الأخيرة هنا. سننتقل من سأغير اللون. سننتقل من x زائد 5 ضرب x ناقص 5 إلى 2 x زائد 5 ضرب x ناقص 5. إذن حتى ننتقل من هذا المقام إلى ذاك علينا أن نضرب المقام ب 2، وإذا ضربنا المقام ب 2 فعلينا أن نضرب البسط ب 2. إذن 2 ضرب 2 x يساوي 4 x. كل ما فعلته هنا هو أنني ضربت البسط ب 2، وللانتقال من هذا لهذا قمت بالضرب ب x زائد 5، وللانتقال من هنا إلى هنا ضربت ب 2 x 2 ضرب x ناقص 5. الآن يجب هنا ضربت ب 2، إذن وهنا زائد. الآن نكون جاهزين للقيام بعملية الجمع والطرح، ويمكن اعتبار أن طرح هذا يعادل جمع الصورة السالبة منه. دعونا الآن نضع المقام الموحد.
إذن هنا لنضع المقام الموحد وهو 2 ضرب x زائد 5 ضرب x ناقص 5، والبسط سيكون ناتج جمع هذه القيم، أي 2 ضرب x ناقص 5 تساوي 2 x ناقص 10، ثم لدينا ناقص 2 ضرب x زائد 5 وتساوي ناقص 2 x ناقص 10، ولدينا زائد 4 x زائد 4 x، ويمكن تبسيط هذه العبارة، فيمكن حذف 2 x مع 2 x ويتبقى لدينا 4 x ناقص 20 ناقص 20 مقسومة على 2 ضرب x زائد 5 ضرب x ناقص 5. ثم دعونا نرى، يمكن استخراج 4 كعامل مشترك هنا، فيتبقى لدينا 4 ضرب x ناقص 5، ثم إذا افترضنا أننا لم نكن نتعامل مع x تساوي 5، حيث أن موجب 5 تجعل من القيمة غير معرفة، فيمكن أن نقسم كل من البسط والمقام على x ناقص 5، وإذا تم قسمتهما على x ناقص 5 بالتالي تحذف هاتان العبارتان، وكذلك يمكن أن نقسم البسط والمقام على 2 حيث أن كلاهما يقبل القسمة على 2، 4 على 2 يساوي 2 و 2 على 2 يساوي 1، إذن يتبقى لنا في البسط 2 فقط، وفي المقام يصبح لدينا x زائد 5. الآن أريد أن أكون حذرة جدا هنا، لأن هذه العبارة إذا أردنا الجواب النهائي أن يكون مطابقا لهذا تماما، أي لكن بالصورة المبسطة، فعلينا أن نكون متأكدين من أن لدينا المجال نفسه، وأن تكون قيم x صالحة في هذه العبارات، ويظهر أن هذا غير صالح، إذن المجال سيكون عبارة عن جميع قيم x الحقيقية، المجال عبارة عن جميع قيم x الحقيقية ما عدا x تساوي ناقص 5 و x تساوي زائد 5. فإذا أردنا هاتان العبارتان أن تكونا متطابقتين، فيجب أن تحتويا على نفس المجال، إذن هنا يجب أن نحقق قيم x إذا كانت مناسبة وصالحة لهذه العبارة وتلك العبارة أيضا، ولنحصل على نفس العبارة يتوجب علينا أن نحصل على نفس المجال. إذا مرة أخرى، المجال عبارة عن جميع قيم x الحقيقية، جميع قيم x الحقيقية ما عدا لنرى هنا لنرى ما عدا x تساوي ناقص 5 و x هنا عبارة عن مجال هذا، فإذا أردنا الحصول على المجال نفسه يجب أيضا أن يحتوي على قيمة x تساوي 5.